أصدقائي أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. زي ما احنا متعودين في بداية الحلقة بنقول مثلا النهاردة هي كوسة. متعرف ان الفاكهة والخضار للتجار ان الكوسة هي اكتر حاجة بتتعرض للشمس وبتبوظ، فكانوا التجار دايما لما بيجوا يخشوا من ابواب مصر القديمة لو باب الفتح او باب النصر او باب زويل كانوا دايما الحراس يندهوا للتاجر اللي معاه الكوسة عشان يخش بسرعة. فضلت الموضوع ماشي على كده، فضل ان في تجار من التجار ابتدوا يغطوا الفاكهه بتاعتهم او الخضار بتاعهم وينادوا للحراس يقول لهم هي كوسه معانا كوسه معانا كوسه عشان يعدوهم الاول. وفضل هذا المثل هي كوسه لكل الحاجات اللي ممكن تمشي بسرعه وفضلت معانا هي كوسه. برحب النهارده بعبير. ازيك يا عبير؟ ازيك يا محمد؟ كل سنه طيبه في السنه الجديده. ورجعت لنا تاني خبيره الابراج اللي كانت معانا على طول في الموسم اللي فات وكانت دايما بتمتع جمهورها وكل الناس اللي بيستنوها، خبيرة الأبراج والطاروت بشاير. ازيك يا بشاير؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله، الله يسلمك. بشاير النهارده محضر لنا مفاجآت كتير ومفاجآت مهمة، وهتكلمنا عن وهترجع لنا تاني بقى وتتكلم معانا عن كل الناس اللي كانوا بيحبوها، كل الناس اللي كانوا بيسمعوها عن الأبراج. هتقول لنا ايه النهارده عبير؟ هتقول لنا كل حاجة متعلقة بكل برج. الأول نقول كل سنة وأنتم طيبين على السنة الجديدة عشان دي أول حلقة من حلقات السنة، وكل سنة والأخوة المسيحيين طيبين يا رب. ونسأل بقى بشاير النهاردة عن توقعات الأبراج. توقعات أول برج بقى نمسكه كده الحمل. الحمل دخل في فلوس اهو، بس لسه الدنيا معاه مش حلوه قوي. عنده فرحه حلوه اليومين دول. السنه معاك حلوه يا حمل، بس في حاجتين لازم تخلص منهم من الماضي، حاله الاحباط وحاله الارق اللي انت فيها والتعب لازم تخلص منها. انت ما اتضغطت قوي وتعبت قوي نفسيا، بس ربنا هيعوضك السنه دي. عندك شفافيه عاليه قوي السنه دي، بعدت عن ناس كتير وفي ناس دخلت حياتك دعمتك. في فلوس حلوه، في مكان هتنقله جديد او اوريدي نقلت اليومين دول، ولو ما نقلتش في مكان هتنقله جديد. في اتنين اتصاحبت عليهم يكاد يكون طبعك طبعهم، هيدعموك في حاجات كتير قوي. عندك حد نفسيا مش مستقر، حاول تاخد بايده لان دعمك ليه هيضيف لك انت كمان. حظك حلو السنه دي، وهتغير يا مجال شغل، يا هتفتتح حاجه، يا هتخش في حاجه بقلب جامد، فتوكل على الله. الصحه لازم تهتم بيها شويه. في طريقين حلوين قوي، وفي سكك سفر ان كان جوه البلد او بره البلد، بس بره البلد مش هيبقى دلوقتي، هيبقى على 4 أو 8. وفي 3 حاجات هتعملهم وهتدعم نفسك فيهم، فحاول ان انت تاخد مواقف ثابته، يعني ما تقعدش تردد على بال ما الحاجه تروح من ايديك. الشخص اللي كان كسرك او تعبك نفسيا خلاص هو عرف غلطته وهيرجع، او اوريدي لازم تراجع نفسك معاه، وده حب جديد غير الحاجات اللي اتصدمت فيها السنتين اللي فاتوا. توكل على الله لان في ارتباط الايام دي. وبالنسبه للي عايزين طفل ولا حاجه يا جالهم ومبروك، هو من السنه اللي فاتت كان وارد الموضوع ده، يا السنه دي ان شاء الله هنقول لهم مبروك. ده كده بالنسبه لبرج الحمل. نخش للبرج اللي الناس بتستناه، والبرج الثاني هو برج الثور. هنقول له ايه؟ نغير. الثور دايما برج من الابراج الترابيه اللي بيتميز بالهدوء والعاطفه وحاجات حلوه كتير. انت خبير إيه حظه بقى في الابراج إيه يا محمد؟ حظه النهارده معانا مع خبيره الابراج بشاير، هتقول له السنه دي عامله ازاي معاه. الثور عاتي ظهره لحاجات ياما، موجوع ومضغوط قوي، وتعب جاب اخره من الاهل ومن الصحاب. كان عنده خسائر كتيره قوي، او مش خسائر، هو دعم ناس والناس دي خسروه، الناس دي خسروه كتير. جاي له فلوس وهيساعد منهم اتنين، هو مش قادر يتخلى عن الناس اللي هو اتعود ان هو يساعدهم، وعشان كده هو يمكن ربنا بيقف جنبه. في ناس دعمته الايام دي،
في فلوس عليه هتتسد، في حد مكار عنده وهو عارف وبياخد حذره، ما كانش ليه خير في الصحبة بس إلى حد ما ربنا عوضه، جايله فلوس من طريقين، الصيف عنده أحلى، الرومانسية عنده عالية، المشاكل الوجع الضغوط كل ده هيطلع بره، لأن مواضيع الفلوس بدأت إلى حد ما يعني تتسدد شوية، وده كان ضغطه، كان تعبه قوي، كان قاعد زي اللي في كوخ كده حابس نفسه. ولاده الحمد لله هو كان قلقان على حد فيهم، الدنيا إلى حد ما أحسن، والصحة بقت أحسن. مش عايزاك تاخد كل حاجة على أعصابك، ومش عايزاك تجادل في كل حاجة بتوجعك، لأن الناس كلها مش هتبقى زيك. في زرعة خير حلوة قوي ليك، في أكتركم مش بيشتغل، واللي بيشتغل جاي له رزق حلو، بس حتى اللي مش بيشتغل جاي له دعم، جاي له حاجه بيشيل من حاجه يحط في حاجه، علاقته الزوجيه هتتحسن، او اللي مش مرتبط هيرتبط، هتعلو قوي السنه دي يا برج الثور، ربنا معاكم ما شاء الله، قل اعوذ برب الفلق، في فرحه كبيره، يا ريت الصداع ده تشوفوا له حل وبطلوا قلق وتوتر، لان هو ده اساس الصداع. طيب البرج اللي بعد الصوره هنقول على مين؟ هتقولي على مين؟ برج الثور. الجوزاء. بعد كده الجوزاء. الجوزاء. تمام. انا كاتباهم لكم يا جماعه. ما انا مستنيه ان حضرتك انت اللي تقولي يعني. اتعظاهم، انا توقعت ان انت هتقولي على طول الجوزاء. وتوقعت ان انت ممكن تقولي حاجه ثانيه. على الجوزاء. الجوزاء من الابراج الهوائيه اللي بيتميز انه بيبقى عنده اكتر من شخصيه ودايما متسرع في قراراته. ايوه لازم انت تحط التاتش بتاعك. هنشوف الابراج التاروت معاك هيقول لي ايه للجوزاء اللي هو من الابراج المحيره. يلا نشوف السنه دي معاه عامله ازاي. لا السنه دي مش هيبقى محير. طب يلا نشوف التاروت ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. الجوزاء عينه في وسط راسه، لان هو داخل في حاجه كويسه وهيكتب عقد حلو، ده ان كان عقد جواز للمش مرتبطين، عربيه، شقه، فيلا، جاي له حاجه كويسه قوي، تغيير شغل او وظيفه، يعني لو شغال اعمال حره هيغير مجاله، ولو وظيفه هيجي له ترقيه او يجي له حاجه، المهم ان في عقد حلو قوي هيسعده. الجوزاء عنده حد من الميزان ركز معاه قوي، هو عايزك في شراكه او عايزك في شغل او عايزك في فلوس او حاجه فيها فلوس، ركز لان ده فيد واستفيد، ولو مش هتنتج معاه مش هتلاقي نفسك يعني، فلو انت شايف نفسك مش قد الموضوع ده ما تدخلش فيه. اتوجعت قوي من برج مائي وبرج ناري، يعني الناري يا بيضة اسد يا حمل يا قوس، والمائي يا حوت يا سرطان يا عقرب، فانت موجوع قوي من اتنين، بس خلاص الموضوع عدى، وما تقفش بحد السيف، ربنا غفور رحيم، لان الايام الجايه هتبقى احسن، كفايه ان هم عرفوا غلطتهم او حاولوا ان هم يرجعوا وانت ايه قلت لا. في حاجه حلوه جايه لك من عند ربنا، ودي هديه حلوه قوي السنه دي. حاول تراعي الاهل، لان في حد كبير مش مهمل، نفسيته مش حلوه وعايزك ان انت تقرب منه اكتر. في فرحه حلوه وفي كلام على فلوس، والحاله النفسيه اللي انت فيها انت طالع منها، وفي حد من الاهل هيدعمك في حاجتين، فحاول تستغلهم بكل الطرق. هايل. السنه دي حلوه عليك قوي. طيب برج السرطان خش بقى عليه ونشوف هيقول لنا ايه مع خبيره الابراج بشاير. التاتش بتاعك يا محمد. نسمع السرطان. لا مش لازم، هو مش بيحط التاتش في كل الحاجات، ما تقلقيش. الحاجات اللي بقى عنده خلفيه. لا انا عارفه ان هو عنده خلفيه بكل حاجه في الابراج. الابراج المائيه. ايوه كده. بيعتبر من الابراج اللي لما بيحب قوي بيبقى قوي جدا في حبه. نخش على السرطان ونشوف. كمل انت واطلع. لا نشوف التاروت بيقول ايه. مش حلو. انا ماليش في التاروت. طب يلا بسرعه. التاروت نخش على السرطان. ما انت تشوف يا انا اشوف. انا مجهز الورق بتاعك. لا انت تشوف يا انا اشوف. يلا. نور السرطان. هو جايب قضيفة يبقى اكيد هنتكلم. اتفضلي. مش هينفع يعني حاجتين دي. لا عشان هو خبير فيها. عشان هو خبير فيها بس. علشان نختصر الوقت علشان اسد. هنختصر الوقت عشان اسد والعذراء وعندنا كتير. السرطان. احنا قلنا برج ايه؟ السرطان. السرطان. السرطان في حيرة.
واتضغط قوي الايام اللي فاتت دي كلها، والشريك اللي معاه قاعد له او تعبه او ضغطه، فانا بقول له هون على نفسك شويه. عنده ولاده الحمد لله ربنا اكرمه فيهم السنه دي، وعنده مشاكل مع الشريك بيحاول يتغاضى عنها، السنه دي هتبقى كويسه احسن وهيبقى في تفاهم اكتر. الفلوس اللي انت دخلت بيها جمعيات او استثمرتها في حاجه او كده هتزيد، في فلوس عليك، في فلوس جايه وفلوس رايحه، يعني في فلوس جايه من مكان هتتحط في مكان، يعني ده هيسد ده. وفي حاجات كويسه عندك حاول ان انت تستغلها الايام دي، لان لو انت ما استغلتهاش مش هتلاقيها تاني. في مكان جديد، في حاجه جديده حلوه، اتوكل على الله وامسك فيها وهتتسد. يعني لو انت قلقان لا، ادفع اللي معاك دلوقتي وهيتسد الموضوع ده. في ولادك الاثنين او اللي عندهم اكتر ما علينا، ما تقلقش، بالعكس هما ما شاء الله انت تربيتك فيهم ما شاء الله، يعني فربنا هيكرمك فيهم، او مش طول الوقت مضغوط بالبيت والولاد والدنيا. الشريك متكتف او متزمد في بعض حاجات، يعني كده عنده حته التذمر دي، قول له التذمر اللي هو فيه ده هيروح بس مش دلوقتي، حاول ان انت تسايسه، حاول ان انت زي ما بيقولوا تاخده على قد عقله، هو نفسيا مش مظبط، مش مجنون بس مش مظبط، نفسيته مش حلوه، يعني طالع مضغوط، طالع عليه مصاريف كتير فنفسيته مش حلوه. تمام. اعطي ظهرك لناس كتير واحسن، المشاكل خلاص راحت طلعت من حياتك، ان كان من الغريب او من القريب، خلاص في حب ورومانسيه، في فلوس جايه، في ترقيه، في حاجه فيها فلوس، لا فيها ترقيه، بعد كده تيجي الفلوس، المشاكل اللي في الشغل طالعه بره وهتيجي لصالحك، وفي شخص هيمشي تعبك نفسيا قوي. ارقي بيتك وارقي عيالك، لان عندك الحسد قوي جدا السنه دي. نخش على الاسد بسرعه، نركز على الاسد يمكن بقى شويه. اشمعنى يعني؟ عشان جوزي اسد. اوكي. نحاول نقول بسرعه بقى كده، الاسد وتعذر يعني ايه؟ الأسد تعب كتير وخسر كتير والضغط وضغط اللي حواليه، بادي لسه يطلع من الحالة اللي هو فيها، جات له مساندة من أكتر من شخص، يا رب يستغلها السنة دي. جاي له حاجات حلوة ما شاء الله، هو مؤهل السنة دي انه يبقى حاجة حلوة، او بشرط انه ما يتقاعدش او يقعد لا مبالاة، لازم يجتهد، ممكن يكون مش لا مبالاه يعني، بس على بال ما بياخد قراراته او بيبتدي بالحاجه بتكون خلاص. قلقان قوي طول الوقت، مهما كبر هيفضل صغير، لان هو بيفضل يفكر في الماضي كتير قوي، لازم يطلع من اللي هو فيه ولازم يحتوي اللي معاه، لازم يبقى سياسي ومرن شويه عن كده. ارجوك يعني يا اسد حاول تبقى عندك مرونه شويه، هو في الستات غير الرجاله على فكره. سمع خبر وفاة او عنده حاجة زعل عليها قوي، او حد توفى وجعه قوي، مش شرط الايام دي يعني، ممكن يكون من قبل، بس هو دايما الحاجات القديمة بتعلم فيه كتير، ما بتروحش بسهولة. عندك حاجتين كويسين او انت حاطط عليهم علامة اكس، لانهم يعتبروا اماني وحاسس انهم مش هيتحققوا، لا هيتحققوا، واول عقد ليهم اهو من 1 لـ 8، توكل على الله. بالنسبة للحياة الخاصة ما شاء الله هيبقى فيها رومانسية وفيها تفاعل الأيام الجاية. انزل حبة عن عرشك وحاول ان انت تعيش الواقع علشان خاطر تقدر ان انت تكمل، لان انت طول ما انت شايف ان انت احسن من الكل بتتعب جدا، وفي فعلا حاجات هتخليك احسن من الكل بس لما تبتدي فيها صح. هناخد العذراء وبعدين تقول لنا بقى الابراج الباقيه جدا. بس الخساره بتاعته دي اللي زعلتني. هنخش على العذراء وبعد كده تقول لنا كل واحد في جمله من الابراج الباقيه ونفتحها المره اللي جايه. العذراء. ايوه. نخش على العذراء ونكمله. طب الكوس يا محمد بس يعني بعد اذنك، عشان يعني مش هنتخطى ابراج العذراء اللي هيفضل يخليه. ايوه.
احنا وصلنا لايه؟ العذراء. الاسد يبقى عذراء. العذراء تعبان قوي ومضغوط ونفسيا مش مرتاح وموجوع قلبه قوي 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 من كل الناس اللي حبه، يعني حسبي الله ونعم الوكيل بجد، مأذيين أذى حرام يعني، بس هو ربنا هيعليه وهيبتدي يتنفس، بس لسه شوية. عايزاك تبطل دموع، لان دلوقتي لو هتفضل كده الناس كلها هتفضل مستغلياك اكتر. الناس لما بتلاقي حد بيبقى عاطفي او رومانسي او كل سلاحه الدموع، او ان هو بيحاول يهون عن نفسه بالدموع، بيستضعفوه. في فرحة حلوة ليك وهيجيلك حقك، والله الظلم اللي اتظلمته هيجيلك حقك، وجايلك فلوس او هتعوض حاجة. انت عمال تصرف ومفيش دخل او قلقان، ربنا هيكرم الايام الجايه. الاتنين اللي وقفوا جنبك وعاملين زي ابو الهول ومحدش فيهم بيهش ولا بينش ونفسيتك تعبت قوي، في قضيه هتكسبها، في قضيه هتكسبها مع حد طايح، ويعني ربنا كريم هو اللي بيجيب الحقوق. اتوجعت كتير قوي من الناس كانت منك وبتنام في فرشك. عندك خير الايام دي، بس مضغوط جامد 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 جدا يعني حرام. حد مسجون ومتضايق، والله جاي لك نصره، قل اعوذ برب الفلق. في احلام، تحقيق احلام، في تحقيق سعاده. اللي مش متجوزين كمان ليهم سعاده السنه دي، بس هو لازم يوزن اموره صح قبل ما يخطي اي خطوه، لان اختياراتك الغلط لبستك في حته سد من الاخر. أصدقائي، إحنا النهاردة اتكلمنا عن الحمل والسور والجوزاء والسرطان والأسد والعذراء، ست أبراج، نصف الأبراج الموجودة. طبعا لسه في الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو، الجدي اللي هو القوس، أبراج كتير جدا والناس بتحبها. طبعا خبيرة الأبراج بشاير على طول معانا، وعلى طول هتقول لنا مفاجآت، بس جملة جملة سريعة لكل برج لغاية ما نفتح لهم الأسبوع اللي جاي. هتقول لنا على طول إحنا خلصنا الميزان، وفي جملة سريعة السنة دي ده الدور على الميزان يعني؟ من غير قولي لنا توقعاته ايه السنة دي؟ ما ينفعش اخرف يعني. طيب ازاي؟ يبقى نقف عند ستة، لا يبقى نقف عند ستة دول والستة الباقيين ان شاء أوكي. الله بشاير، عايزين نقول السنة دي والأبراج، السنة دي الأبراج أنت شايفاها عاملة ازاي؟ السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت ولا قبليها ولا لا؟ لا السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت كلها، بس كويس. كله هيبتدي يا جماعة ثلاثة وطالع، من شهر ثلاثة وطالع. كويس. لأن السنة اللي فاتت بصراحة كانت سنة كبيسة على كل الناس. تمام. أكيد علمت على كله. وبعدين الناس اتضغطت وتعبت نفسيا، وجا موضوع المرض، هي بس الكورونا مطولة معانا شوية، فأرجوكم ناخدوا احتياطاتنا، بالذات إن البيوت فيها أطفال وفيها ستات كبيرة والحاجات دي كلها، وأنا بشوف الناس كلها منطلقة وعايشة حياتها خالص. طيب تقولي لمين كل سنة طيب النهاردة؟ أقول لكل المسيحيين صحابي وإخواتنا، وربنا يسعدهم ويهنيهم، وأقول لكل الناس سنة جديدة وسعيدة عليكم وليكم ولكل حبايبي. بشايرتي دايما بتنوريني في الحلقة، ودايما دايما ليها جمهورها. بشاير من الناس الطيبة قوي قوي والجدعة جدا بجد. بشاير عايزين نقول ان على طول هتفضل معانا ان شاء الله، وتابعونا على طول في الحلقات، وهنقول للابراج الباقيه الاسبوع اللي جاي كل توقعاتهم. انتظرونا في الفصل الثاني، بعد هنطلع فاصل اعلاني والجزء الثاني معانا حاجات كتير، اتفرجوا علينا وما تروحوش مكان تاني، في انتظاركم. بشكرك يا بشاير. عفوا، شكرا. شهدنا لا اله الا الله.